منذ أن ضرب الزلزال شمال غرب سوريا حتى تاريخ هذه اللحظة، فرق الدفاع المدني منتشرة في الجغرافيا السوري، لدينا الكثير من الأنقاض، لدينا الكثير من المباني المهدمة. أعلنت فرق الدفاع المدني أن المدينة منكوبة. الإحصائيات وصلت لأكثر من 1600 شهيد، تجاوزت 2700 مصاب. حتى هذه اللحظة لم تصل أي نوع من أنواع المساعدات الدولية أو الخارجية، ولم يتم التفاعل أو أخذ قرار ذو مسؤولية من قبل الأمم المتحدة بمساعدة هذه المنطقة وهؤلاء الناس المتضررين في شمال غرب سوريا. اليوم نحن نعاني من شح في الإمكانيات، شح في الموارد. لن تتوقف فرق الدفاع المدني عن الاستمرار في العمل، وهي ما زالت مستمرة منتشرة على نطاق شمال غرب سوريا بمنطقة جنديرس، سلقين وحارم وبلدة إبسنيا، عزمارين، أرمناز، مليس. نطالب بعض الجهات الدولية بتحمل مسؤوليتها بشكل حقيقي من أجل التخلص من آثار هذا الزلزال الذي ضرب المنطقة.